السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم وكل مكان في الوطن العربي. أحلى مساء عليكم جميعا. طبعا النهاردة يا جماعة ندردش مع بعض شوية في حاجة مهمة جدا، حاجة كل الناس بتسأل عنها على قنواتنا على اليوتيوب. هندردش مع بعض يا جماعة بخصوص الكلاب اللي بتتجوز طبعا، وبالأخص الكلاب طبعا اللي هي بتكون جيرمان أو حاجة زي كده، او اي نوع من الانواع، وبيكون الجوازات فيها اختلافات شوية. اغلب الناس، في ناس بيكون عندها ذكرين او ذكر او حاجة زي كده، تمام، لما بيكون عنده انتاية بيجوزها، اسفين طبعا للدوشة بتاعت الكلاب، لما بيكون عنده انتاية بيجوزها ويجوز على ذكرين. هنتكلم على المشكلة دي، لان المشكلة دي في ناس كتير بتعاني منها. طبعا المشكلة دي يا جماعة في ناس كتير اتكلمت عليها وحابين ان احنا نوضحها النهاردة شوية، لان طبعا في اغلب الاوقات في ناس بتجوز ذكرين على انتاية. طيب انا لما نجوز ذكرين على انتاية بنبقى قاعد تايه وقاعد متشتت، يعني في ناس كتير اتشتتت. انا لما نجوز النهاردة وطبعا نبص نلاقي ان انا جوزت ذكرين على النتاية بتاعتي، تمام، وفي الحالة دي يا ترى الخلفة ولاد مين؟ طبعا لما نبص نلاقي الكلبة بتاعتي ولدت بقى وانا مجوز ذكرين، يعني ولنفترض مثلا ان عندي كلبين ذكورة وجوزتهم على انتاية، قلت هنجوز ذكر النهاردة، تمام، وعايز نأكد بذكر تاني، لان ممكن ما يكونش يعني الذكر ده بيخلف، او ممكن يكون مهمد في الفترة دي او الحاجات دي. اغلب الذكورة يا جماعة اللي هي بتخلف وبتتجوز وحاجات زي كده، فممكن يجي وقت على الذكر نجوزه يتجوز عادي، بس النتاية ما تشيلش، يعني فيها مدان منه، تمام. طبعا بالطريقه ديت بنبدا في الحاله ديت اننا نتابع بالظبط. هنتابع ازاي وهنقول لك نتابع ازاي عشان نتاكد ونعرف ان كانت الجراوي المولوده ديت ولاد مين. بطريقه بسيطه وبطريقه سهله خالص نعرف الجراوي ولاد مين طبعا من ايه. للاسف الكلب ده بيعمل دوشه، تمام. طريقه سهله وبسيطه خالص هنعرف بيها طبعا، اسفين على كانت في دوشه يا جماعه للكلاب، انتوا عارفين طبعا في المزرعه. هنعرف ازاي اننا نقدر نحكم ازاي الجراوي دي ولاد مين بالظبط. هنقول ان انا معايا انتايه جيرمان وجوزتها النهارده ذكر جيرمان مثلا. نقول تعالوا هناخدها بالترجيح كده، يعني هنقول جوزتها يوم 1/1 ولنفترض يعني يوم 1 في الشهر، تمام، جوزتها لذكر معين جيرمان، جوازه، اول جوازه. تاني يوم فوتت جوازه، والجوازه اللي بعد كده، تمام، جوزت يوم 3 مثلا، ثلاثة في الشهر، تمام. يبقى انا كده جوزت مرتين، جوزت مرة يوم 1 في الشهر ومرة يوم 3 في الشهر، ويوم 2 فوتته وسبته، تمام. هنيجي بقى ولنفترض بقى، هنقول افتراض كده، يعني في شهر 1 مثلا انا عندي النتاية بتاعتي بتتجوز في شهر 1، جوزت يوم 1/1 لذكر اسمه مثلا كلبش، وجوزت يوم 3/1، تمام، لذكر تاني اسمه مثلا همر، حلو الكلام، وجوزت سبت يوم وجوزت الجوازة الثالثة اللي هي مثلا يوم 5/1، جوزت مثلا ذكر ثالث، يعني مختلف تماما عن الذكوره اللي فاتت، تمام. طيب لما تيجي بقى النتايه بتاعتي تولد، يعني اتجوزت، هنبدا مثلا نحسب لها من يوم 1/1، يبقى المفروض 1/2، تمام، 1/3، المفروض النتايه بتاعتي تولد يوم 1/3، يعني على حساب شهرين هتولد يوم 1/3، تمام، يعني المفروض 60 يوم بالظبط، يبقى كده 1/3 يبقى كلبتي تولد. طيب هنعمل ايه بقى عشان نعرف الخلفه دي ولاد مين بالظبط؟ اول حاجه انت كده كده الخلفه لما توصل لعمر 45 يوم او 50 يوم هتبدا مواصفاتها تبان، هتعرف الاب مين. لو انت مجوز الاهالي مختلفه، يعني الوشوش بتاعت الاب مختلفه، تمام، هتعرف في الحاله دي ان الاب مين. يا ترى الاب مثلا الاولاني ولا الثاني ولا الثالث، همر ولا كلبش ولا اسم ثاني ولا اي ذكر ثاني، تمام. بالطريقه دي هنبدا نعرف انا مجوز مين. طيب هنعرف ازاي يا جماعه في الحاله دي؟ تعالوا بقى نحسب ان المفروض نتايتي تولد يوم 1/3، 1/3 هتولد، هنقول ان هي هتولد من اول كلب. جت بقى نتايتي في الحاله ديت ولدت يوم 1/3، يبقى من الكلب الاولاني، لان كده الثاني اللي هو يوم 3/3 يوم 3/1 المفروض ان هو كده ما حصلش العداد بتاعها او الوقت بتاعها، تمام؟ يعني يوم 3/1 انا مجوزها مثلا كلبش، هي ولدت يوم 1/3، تمام؟ لا كده يبقى هنحسبها من الاولاني. طيب فوتنا مثلا، فوتت مثلا ما ولدتش يوم 1/3 وولدت مثلا يوم 5/3، تمام، يبقى من الكلب الاخير. طيب ولدت مثلا يوم 3/3 يبقى من الكلب اللي في النص. طيب حصل عندي اختلافات وانا مش عارف الولاد ولاد مين بالظبط،
يبقى بالطريقه ديت اول ما الجراوي توصل لعمر 60 65 يوم هتبدا بالفعل مواصفاتها تكون قريبه جدا من الاب. يعني في الوقت ده اكيد انت هتعرف هتشوف اكتر عدد من الجراوي ازاي. الكلبه والده 7 جراوي، تمام؟ ال7 جراوي دول في منهم 3 شكل كلبش، يبقى الخلفه كلها اولاد كلبش. طب في منهم 3 شكل همر، يبقى الخلفه كلها اولاد همر. طب ليه ما تقولش يا ابو نور ان ممكن تكون شالت من ده وشالت من ده؟ يا جماعه معلومه لكل الناس اللي متابعانا، الكلبه ما بتشيلش الا من ذكر واحد اتجوزها، وده طبعا حاجه معروفه كل الناس عارفاها، الناس اللي بتربي كلاب، لان ده بيكون اقوى سائل منوي عند اقوى ذكر فيهم. يعني الفكره على فكره مش بالجسم، مش بالشكل، مش بالمواصفات، مش بالحاجات دي كلها. ممكن يكون كلبتي جوزتها 3-4 ذكوره جيرمان او 3-4 كلاب جيرمان، تمام؟ وفي الحاله ديت نبص نلاقيها جايبه كلاب بلدي، كلب بلدي نط عليها، تمام؟ طبعا ده كله بناء عن الجينات او بناء عن قوه السائل المنوي اللي هي نازله من الكلب نفسه، من الذكر نفسه. فبالطريقه ديت اصبح كلبتي هتشيل من الاقوى سائل منوي اللي هو حصل معاه تبويض، يعني السائل المنوي اللي هو ناسب البويضه بتاعت النتايه، هو ده اللي ايه؟ اللي هيكون قريب للكلبه بتاعتي. وبكده طبعا كلبتي هتولد بطريقه طبعا واضحه، وهنشوف الجراوي دي بعد 65 يوم، بعد 70 يوم. كل مواصفاتهم تكبر، كل ما الكلاب اعمارها بتكبر كل مواصفاتهم تكون واضحه اكتر. بكده هنعرف كلبتي اتجوزت مين بالظبط. طيب تعال بقى للناس اللي بتروح تجوز من بره، وبعد ما بيجوز مثلا من ابو نور يجي رايح مجوز من ذكر تاني عشان ياكد بيه الجواز. هل دي مثلا صاحب الذكر اللي هو جوز لك، هل هي انت تدينه في شيء؟ لا طبعا، ما فيش حاجه اسمها ان لو ما طلعش من ده يبقى من ده، لا 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 لا. انت جوزت من عند فلان يبقى المفروض ان انت ما تجوزش من ذكر تاني، علشان لو كلبتك ما شالتش يبقى انت ليك حق عند صاحب الذكر ده. الحاجه اللي بعد كده، لو انت بقى مسامح وحد كريم يبقى خلاص ما فيش مشكله لما تجوز مثلا من عند ابو نور ونروح نجوز ذكر تاني علشان زياده تاكيد، وفي نفس الوقت تبقى الحيضه ما فاتتنيش، وبالطريقه ديت نقدر ان انا ايه ناخد جرو كويس، والمهم نكون استفدت من الخلف. طبعا بكده هتقدر ان انت تمسك جرو كويسه، وبكده ان انت هتقدر تعرف هم اولاد مين بالظبط. مش هنحسبها بقى شكل ما بنشوف عند البني ادمين واللقيط ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، لا احنا هنحسبها بترتيب المواعيد بالمواصفات. يعني كده هناخدها مرحله مرحله. واحد، ترتيب المواعيد بتاعت الجوازات بناء عن مواعيد الخلفه ان احنا بنشبكها مع بعض. 2، المواصفات بتاعت الجراوي تكون قريبه من شكل مين. 3، لما الجراوي بتوصل لعمر 70 او 80 يوم بيبدا ظهورهم تبان، بيبدا شعرتهم تبان، بتلاقيهم قريبين من الاب جدا. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس اللي متابعانا، يا رب تكونوا استفدتم. تحياتي للجميع واحلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.